السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي ندويو على الجهاز هذا. هو ما غيبانش لكم، انا هذه شويه الضبابه، هو قربوا مزيان. هو هذا وي فاي انوي ادار ديو. غادي تفرجوا مزيان، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، من الاول حتى الاخر، باش نقول لكم شي حوايج اللي ما عارفينهمش على هذا الجهاز هذا، وندويو على شي حوايج اخرين على الوي فاي بصفه عامه. كما شفتوا في العنوان نقول لكم شي حوايج اللي خاصكم تعرفوهم ضروري قبل ما تشريو اي وي فاي، او قبل ما نشري وي فاي انوي ادار ديو، ولا المهم وي فاي بصفه عامه. ولكن قررت نزيد ندوي مع الناس اللي عندهم انوي ادار ديو. كما كتشوفوا مؤخرا شحال محطوط لكم الطافلوك، شحال محطوط لكم شي فيديو مده شهر، محطوط لكم لا فيديو لا فلوق لا والو، حيت كنت مشغول شويه، حيت ما كنديرش غير اليوتيوب، عندي خدمه اخرى كنديرها. فوالا، هاد المعلومات اللي غادي نعطيكم بغيتكم في الفيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر، غادي تعرف شي حوايج اللي خصك تعرفهم ضروري قبل ما تشري وي فاي، قبل ما تندم، باش ما تمشيش تقول شي واحد اخويا نسولك كذا علاش ما خدمش ليا هادي. خصكم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، ما غاديش ندم. فيديو ما يكونش كبير بزاف، 10 دقائق بحال هكا غادي يكون. فوالا، قبل ما ندخلوا في الفيديو، او قبل ما ندخل شنو غادي نقدم لكم في هذا الفيديو، بغيتكم تدخلوا على الانستغرام، نحط لكم في الديسكريبسيون اللي ما فهمش شي حاجه، ولا المهم عندك مشكل في شي حاجه في الوي فاي، ولا المهم راسلوا لي تمايا، وكاينه باج فيسبوك حتى هي. المهم اول حاجه غنبداو بها اللي هي قبل ما نشري الوي فاي انوي، هو انوي ولا اي وي فاي كما كان، ديما سول على البلاصه اللي فيها نتايا. نعطيكم مثال، مثلا ساكن في عروبيه، ساكن في المدينه، ساكن في الجبل، ساكن في اي بلاصه، قبل ما تشري الوي فاي قلب وشوف اش من النوع ديال الوي فاي اللي يقدر يخدم لك في ديك البلاصه. حيت غير ملي كتمشي وكتشري الوي فاي كما كان، كتقلب على شي وي فاي يكون رخيص، اش كتشري فاش كتحطو في الدار ما كيخدمش لك. اشنو كتلقى هنا؟ يقدر تكون شريتي انوي يقدر يخدم لك في الجبل مزيان، يقدر ما يخدمش لك في العربيه مزيان، يقدر يخدم لك في المدينه مزيان، يقدر ما يخدمش لك في العربيه مزيان. كذلك ديال الاتصالات، كذلك ديال اورانج، قبل ما تشري اي وي فاي سول، ما عندك ما تخسر، سول شي واحد ولا شي واحد قريب ليك، سول اش من شبكه خدامه مزيان، سول اش من ريزو مجهد، باش ما تلقى حتى شي مشكل. حيت فاش كتمشي كتشري وي فاي كتحطو كتخدمو كتلقاه ثقيل، شنو كدير؟ كتمشي كتسول الناس، وهاد الاخرين كتصيفط لهم ميساج، خويا راه ما خدمش ليا، راه طن طن طن، تما كتلقى المشكل. يعني من الاول سير سول مزيان وشريه، وجيبو خا يكون غالي، لا ما تجيبو يكون غالي ويخدم مزيان، ولا تجيبو شي واحد رخيص يقدر ما يخدمش ليك مزيان. انا قبل ما نشري هذا راه سولت، كنت باغي نشري ديال الاتصالات وصدق شريت هذا، سولت على ديال الاتصالات، عند واحد السيد هنا قال لي ثقيل شويه، صافي مشيت جبت هذا ديال انوي، هو سولت عليه حتى هو وقالوا لي راه مزيان. فوالا، هذه المعلومه الاساسيه. المعلومه الثانيه اللي هي قبل فاش كتمشي عند الشركه، مثلا فاش كتمشي عند الشركه فاش كيبيعوا لك الواي فاي وكل شيء، قبل ما تجي بحالك تاكد مزيان من المعلومات اللي قالوا لك، تاكد مزيان من المعلومات اللي قالوا لك، واللي قايل لك فريقه فوقتاش غادي تخلص، واش يمكن ليا نقطع، خصك تتاكد مزيان عاد تخرج. بزاف الناس كيصيفطوا لي ميساج في الانستغرام ولا في فيسبوك، تيقول لي خويا واش الواي فاي اللي ما خلصتوش واش غادي يتبعوني، واش نقدر نحبس الواي فاي هذا الشهر، واش ما نقدرش نحبسو. كيجيوني هاد الاسئله بزاف. قبل ما نشري راه الشركه غادي تقول لك اشنو كاين، راه كدير مع كونترا ولا بلا كونترا، على حسب. بحال دابا هذا بلا كونترا، انا قبل ما نشري هذا راه صايبوا لي ورقه داروا لي فيها كلشي، امتى غادي نخلص، واش نقدر نحبسو ولا ما غاديش نحبسو. المهم خديت بزاف المعلومات اللي خديت، وبارطاجيتها معكم في الفيديوهات اللي السابقين. دويت على هذا الفيديو في الفيديوهات السابقين، بارطاجيت فيه كاع المعلومات على هذا، اي معلومه بارطاجيتها على هذا. وحاجه اخرى اللي هي فاش كتشري الواي فاي، دابا فاش كتجيبو للدار، ديما كل ديال الادمين بدلو في البلاصه، بدلو، حيت بزاف الناس ما عارفينش هذه القضيه هذه. فاش يلاه كتشري الواي فاي، فاش كتدخل للباراميتر ديالو في التليفون، اش كيقول لك؟ كيقول لك دير ادمين، الكود سميتو ادمين، راه كيكون مكتوب هنايا. راه فاش كتدخل للداخل ديال، دابا راه كندوي على اي واي فاي، فاش كتدخل للداخل ديال الواي فاي راه تيقول لك كتب ادمين عاد دخل الباراميتر ديالو. حيت دابا انايا الا كنتي انت ما بدلتيش ليه الكود ديال ادمين، فاش غنجي عندك قدام الدار نقدر ندخل لك الواي فاي ديالك ونبدل ليه الكود بلا ما تعيق نتايا. حيتاش ديك الكود ديال الادمين حاول تبدلو، دير شي كود اخر، ماشي ديال الواي فاي، دير شي كود اخر ديال هذاك ديال الادمين، باش حتى شي واحد ما يخترق لك الواي فاي ديالك ولا يبدل ليه الكود هو من عنده في التليفون وكلشي. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيخدموا مع التلفازه، ولا الناس اللي كيخدموا مع اللعاب، قبل ما يشريو الواي فاي سولوا عاوتاني كما قلت لكم، سولوا شي واحد قول لي اش من نوع كيخدم مع التلفازه. كذلك نفس الاسئله كيجيوني، دخلوا شوفوا لي فيديوهات السابقين ديالي، دخلوا لي كومونتير شوفوا الاسئله اللي كيجيوني، واحد الاسئله اللي فريمون راه خصك
انت تكون عارفهم ديجا، تكون سولتي الشركه اللي غادي تقول لي. بزاف الناس كيصيفطوا لي ميساج خويا طايح في الديبي، خويا متى غادي نخلص، واش غادي يقطعوا ليا، واش غادي يتابعوني طططن. بزاف الاسئله، الاسئله راه الشركه تقدر تقول لك بلا ما تسول شي واحد اخر. فوالا كيمروا في الموضوع اللي كي على حسب اللعاب، ولا على حسب الجيمين كيما كتقولوا ليها، ولا على حسب اللي بغيت تفرج فيه بالكره. سول هاد الشري، عمرك تسرع، سول هاد الشري، واخا يكون غالي شري، صبر وخلص من جيبي وشري شي واحد غالي باش يخدم لك مزيان، باش ما تعصبش معاه. صافي. معلومة واحدة أخرى اللي هي حاولوا تشريو لي زونتيل. لي زونتيل كيكونوا قد هكا، كيكونوا جوج قد هكا وقد هكا، كيتركبو هنا. دابا كندوي على هذا، ولا المهم أي ويفي، وركبوهم هنايا. فهمتي؟ هاهي أنا حيدت هادي، هاهي هاهي كاين هادي وكاين هادي. هادوك لي زونتيل اش كيديرو بيهم؟ راه كاين اللي عارفهم، هادوك كتزيد بيهم السرعة د الويفي، كتكون الكونيكسيون خفيفة. هادو ضروري شريو فاش كتشري الويفي، شري معاك هادوك، راه رخاص، راه كيديرو 6 7 دراهم الواحد. وحاجة واحدة أخرى اللي هي حاول ديما تصايب ليه شي بلاصة تكون الفوق، شد شي بلانصة، شي بلانشة، بلانشة كتركبها بحال هكا في الحيط. بلانشة مثلا، بلانشة هي هادي، كتركبها في الحيط وكتحط عليها الويفي بحال هكا. حاول ديما تصايب شي وحدة تكون الفوق بزاف، تكون بعيدة على الأرض، كتساعد على الكونيكسيون. باش كتكون بعيدة بزاف، الويفي فاش يكون بعيد على الأرض، طروات 5 متر ولا 3 متر 4 متر، راه كيكون خفيف مزيان. ومعلومة أخرى اللي هي ديما فاش كتلقاه تقيل، ولا نسيتي ليه الكود، ولا بزاف د الحوايج نسيتيهم، فورماتي. ما دابش سمعت تقول شي واحد هكا خويا رجلو ليا الله خاسر ليا، فورماتي. ها هو كتفورماتي من هذه. دابا هذا ديال انوي كيتفورماتي من هنا. هنا بالنسبه للويفي واحد اخر، ما عرفت كيفاش كيفورماتيهم كل واحد، كل واحد كيفاش. بالنسبه لهاد الويفي، هاد التحتانيه شتو، هاد التحتانيه، هاد البطونه تحت، كاين هاد الفوقانيه وكاين هاد التحتانيه. كتضغطوا على هاد التحتانيه، كتبقاو باركين عليه بحال هكا، كيطفى كيطفى وكيشعل راسو وكيتفورماتا. تقدر تنسى عفوا، تقدر تنسى الكود ديال الادمين، وتقدر تنسى حتى الكود ديال الويفي ديالك، وتقدر تحصل هنا غتلقى المشكل. تقدر تقول شي واحد هكا صايبوا لي شي مولتي فوت، يقدر يقول لك خلصني. اللهم من الاحسن شتو فورماتي. المهم اللي ما فهمش شي حاجه، ولا خاصو شي معلومه على الويفي ولا اي حاجه، يدوز عندي الانستغرام، نحط لكم في الديسكريبسيون، ولا باج فيسبوك كيما كانت المعلومه، راسلني غنجاوبك في البلاصه حتى نقدر نتعطى لك شويه، ماشي مشكل. المهم هادو هما المعلومات الاساسيه اللي قدرت ندوي عليهم، اللي بغيت نبارطاجي معكم. كاين معلومات بزاف، ولكن مشيت للاساسيين اللي بزاف الناس كيطيحوا في المشاكل. كدويت مع هادوك اللي ما كيفهموش في الويفي مزيان، حاول نبارطاجي معكم المعلومات هادو، حيت مهمين ضروريين، حيت هادو والله حتى مهمين ضروريين. حاولوا ديروا بهم. فوالا، حتى اللي ما فهمتش حاجه عاود الفيديو ثاني من الاول، ولا صيفط لي ميساج ولا اي حاجه. فوالا هادشي اللي كاين. يلاه نتلاقاو في فيديو جديد، ولا فلوغ، ولا شي فيديو. المهم نقدروا نديروا فلوغ ولا شي حاجه. يلاه ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو، ابونوا فراشين. يلاه.